أهلا بكم من جديد. أنبه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لحضور مهرجان سباق الخيل الكبير الذي أقيم على كؤوس جلالة الملك وسباق بطولة العالم لسمو الشيخ فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم على مضمار منطقة الرفة بالصخير. ولدى وصول سموه حفظه الله كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن مهرجان سباق الخيل الذي يقام على كؤوس جلالة الملك المفدى يمثل جانبا من الاهتمام الذي يوليه جلالته حفظه الله ورعاه بهذه الرياضة العربية الأصيلة وتحفيز الشباب على ممارسة إرث الآباء والأجداد المتمثل في رياضة الفروسية والتواصل مع مضمونها النبيل، معربا سموه عن سروره بحضور مهرجان كأس جلالة الملك المفدى لسباق الخيل نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، منوها بما تشهده رياضة الفروسية من إنجازات كبيرة في ظل دعم فارس البحرين الأول جلالة الملك المفدى والتي من خلالها استطاع أبناء البحرين من ترك بصمة واضحة المعالم بمضامير الخيل على المستوى العربي والدولي. مشيدا سموه بجهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة في تنظيم هذا المهرجان ومختلف سباقات الفروسية واستقطابها لمختلف ملاك الخيل والفرسان من مملكة البحرين وخارجها لتبقى مكانة البحرين المميزة التي تحتلها على هذا الصعيد حاضرة ومتواصلة. كما حضر مهرجان كؤوس جلالة الملك وسباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملا وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجمهور كبير من محبي رياضة الفروسية. وفي ختام السباقات قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتتويج الفائزين حيث سلم سموه كأس جلالة الملك الجياد المستوردة وكأس الميثاق إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ثم قدم سموه كأس جلالة الملك للنتاج المحلي إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة فيما قدم سموه كأس جلالة الملك للجيادة العربية إلى المالك الفائز حمد المريسي مهنئا سموه الفائزين بكؤوس جلالة الملك المفدى وسباقات المهرجان وأشاد بما امتازت به مختلف الأشواط من منافسة شديدة عكست استعدادات الملاك والفرسان لنيل شرف حمل كؤوس جلالة الملك للخيل متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح. كما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتتويج الفائزين بسباق بطولة العالم لسمو الشيخ فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين حيث قدم كأس البطولة إلى الفارس المتمرن البحريني الفائز بالمركز الأول عبد الرحيم جاسم. وبحضور سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة عبد الرضا خوري فيما قام السيد جي سي سينغ مدير التسويق بشركة تترسلس بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة. وكان مهرجان سباق الخيل الكبير الذي أقيم على كؤوس جلالة الملك قد شهد عددا من الفعاليات الترفيهية والعائلية التي استقطبت جماهير كبيرة وشملت السباقات 6 أشواط.